كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي إثمثن وقيد درس إذن ذي المجلس الثالث السميع يرضى ربي سبحانه أنفذ في قراءة هذا المتن وبيان أهم المعاني التي وردت في هذا المتن الجليل كنت نسميه رايث مثلا كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف سي حوالي 100 مصنف كتاب السفغد المتنينس اسمه جمع الجوامع ونسى أشهر كتاب في علم الأصول نبدأ بفضل الله تعالى يقول المصنف في متنه نحمدك اللهم إذ ذاك نحمد ربي خطر ربي سبحانه هو صاحب النعم نحمدك اللهم على نعم إذن المصنف تاج الدين السبكي يحمد ربي شبه ربك من لا كل يوم دينا غيزرى ربنا دي القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وإن شكرتم لأزيدنكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آيات في هذا الباب كثيرة أكتفي سورة الفاتحة أتبدأ بالحمد لله رب العالمين أنا أحمد رب الشكر لأن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى يوث النعمة ندوى في سورة ندوى إن تعد نعمة الله لا تحصوها إن النعمة واحدة وما أدرك بكل النعم أو بالكثير من النعم لو كان يندهن سمحتي هذا استنض أم يضحم الضربي في يزري فقط يندهن ورزم يضحم الضربي في يزري خطر نعمة متجددة ما تفضك المصحف الشريف هذا المصحف الله يبارك تخدم ذاك مثلا وتقرأ منه مباشرة ربي يدوى لكل أمة أجل أقرأ الآن معنى تعبد ربي بالبصر تولي وين كنت تولي أنا مسكين وتولي أنا المعنى يس ما تفضل سبخان سنتبول بخام تعقلات تفغط شمض سفرض إلى آخره نعمة متجددة نعمة الحركة نستدك في ضرن النغ نستد في ضرن النغ نعمة ولكن ثلاث ملاحظة النعم المألوفة كثير من الناس لا يعرفون قدرها خطر ما إلى نعمة مش مألوفة مثلا يروح يون يخدم كاش انفستيسمون اول مره يربح 200 مليون خطر الجامي جربك 200 مليون يخدم لوبيراسيون تاع زواروث عمليه تاع زواروث في 200 مليون هذه فرحه خطر اول مره نغيو الطوموبيل اول مره نغيفنا خام ما زوار ميكشم يلا ولكن من بعد مع الوقت هذه والف النعمات غتيتسو امثله يمكن يولي فغا في كارثي الحوادي هكا صح لو كان طوموبيلك تحصل تقيمون با
وتسنكر المسجد ديال سونتاكا ناس واد الجيران كيعاونهم ها السياسه ديمارونا ذي حلو تقمضاك الحمد لله ذكر بلا فغادي نلقى اشاره مهمه خاطر كيف ذا المصنف خاطر النعم نولفي ثنت ازمر نغفل وربنا ديال القران كان سوره الاعراف الايه 205 ندوى لا تكن من الغافلين ذي سوره ابراهيم الايه 34 ربنا ندوى ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها المصنف هنا نحمدك اللهم على نعم نعم جمع نعمه وذاك جاءت بصيغه التنكير وصيغه التنكير تفيد التكثير والتعظيم صيغه التنكير تفيد التكثير كثيره والتعظيم عظيمه لان كل نعمه جمعت الخير ونزمرات نخلص العبادنا لو كان يزري الى قد ظلف 50 سنه غير في يزري وحده الى 100 سنه فضار نعم كثيره ولكن يسهل هذا الامر أدينا كان الحمد لله وإن شاء الله هذا يجزي وأما بنعمة ربك فحدث على نعمة على نعم يؤذن الحمد بازديادها هكذا قال المصنف يؤذن الحمد بازديادها معناتها ما إلا نحمد ربي في النعم غادي يفكا نسعى سنة الفايدات الفايدة ثم زواروث أتيحرز الفايدة في السنات أتنرني معنى واحد كي يحمد ربي إن شاء الله تعالى له فائدتان كبيرتان الفائدة الأولى أن النعمة تدوم والفائدة الثانية أنها مرشحة للزيادة وربي يقول إن شكرتم لأزيدنكم ذي الوعد لعبد ميك حمد ربي غفيوث النعمة ربي وعد الدنيا كذا سرنوخ وما إلا يكسس تغ يسعى تفسير نس الابتلاء ربي سبحانه هو مانح النعم وفي الوقت نفسه هو سالبها وله حكمة في كل شيء ربي سعى الحكمة في كل شيء زر كان لهلك التفضيل دينا جميع لك بلك 20 سنة وثيري ولهلك على قروس صافي يولف صحة 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 ميسيري هذيك ثوغ مست يونواس اسفر غيضص يتراجو من المريع من المريع اللي بالفجر هذه الزرقاء شو سوا نعمة النوم نعمة النوم نعمة جليلة لذلك يروى أن الإمام علي رضي الله عنه يروى وتنسب إلى غيره أيضا إن كي يفاد سين باش نعلم السلمذ طريقة التفكير لا ميثودولوجي التفكير ناس يشوف ولا مثلا القران في الدنيا ناس ذا ذرار لو قلنا ذرار ذا ذرار الناس اذرار ازمرس وزال وزال في ارض اللوضة ناس يهيدو الزال الناس وزال اتسفسيت مس وزال النار تذوب الحديد ناس يهيدو مس الناس نثيمس تزمر نس وامان تسقسين وامان ويغلفوا لنا سيه ذمان أمان قوان خطر أمان سقسين تيمس الناس أمان إزمرس الوضو إزمرس الوضو أمان أي غير يخذن دي السحب السحب السجنة السحنة السجنة يرفض نمان خطر السجنة يرفض نمان يسعى نمان اسمس الرباب إلا وسجناني ونسى رمان اسم السراب يشوفها لك سجنة السجنة ما يتشورك الله يبارك السجنة تولد دغي الهواء صح كنت دينا رب سبحانه والمطر أن الله يزجي سحابا المطر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما بعد شو دينا فطر الودق يخرج من خلاله الودق معنى المطر السجن يكون يعمر ذغا سلق ضرر بدس رحيل هو
أثن الودق، الودق معناه المطر، وأول الغيث قطرة ثم ينهمر. ولكن السجناني ما ذولون سارة اسم السراب أمين تراجون أضيف كل هوان سديجا سيفوذ. لذلك ذي تعرف إنك السحاب الحامل للماء اسم سراباب، ولون سعرة أمان اسم السراب. ولكن السجناني طبيعي ثواظو صح ننسى ملعن مجهد ننسى ضاظو صافي وقال ماشي دمان ضاظو أظني زمري ومان إنيس خاطي أظن يزمرس بنادم يزمرس الإنسان ثم إلى الإنسان يخدم الحيوض يفنى من غير سافرنوس هذه هو في من يسواظو خطر مسطور قلق داخل بخام داخل الجامعة أظن يتهز ذيهم. ولكن يزمرس الإنسان بفكره يخدم دخان وكذا إلى آخره ننسي هذا الإنسان ننسي كذا يقواناك تفذل سكو ذلال تبظل من الإنسان إن يسن خاطي الإنسان يزمرس يضس كني فغو بلد ميقوى قارنك النوم سلطان شحال تعوز 24 ساعة 30 ساعة أكي غلف يضس أتتصد ننسي هما لا يضس ولاش هم يضس تبدا سكوزار في وظل ميدا ديالس ناناس ديالس كي تقوان إنياس إلس يزمرس الهم العبد يسعى الهم ومري كان راه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ غيوم الحديث مش هادي قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن الهم وحر وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبل والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يغردني غولي قيث مثال طبش هذا نظر النعم ذهن الله وهي نعم كثيرة علماؤنا نتعلم منهم العلم وهذا علم جليل خذ ما المقدمة قلت والله شوية ذي صدق خطر بشد نهجي من نظ إيوانا غير سراجون علم الأصول وأكيد يحواج تركيز القرآن حضور العقل باش تنفهم وما نفهم علم الأصول نرى نغر كتاب الله العزيز نغر سورة النبي صلى الله عليه وسلم أنفهم مونسي نرى علم الأصول لهموم إم قرانا إم تعيشي تعيشي الأمة إم العلم يغال ولاش يتجارى نغر إغال نغر قليل. لذلك نتعلم أشو دينا يؤذن الحمد بازديادها وربنا لئن شكرتم لأزيدنكم طيب في سورة إبراهيم الآية السابعة سورة إبراهيم دائما الآية 34 ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الحديث القدسي الجليل إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري رب يحكو ثم شهوتيس فما شوت وكذا الخلق أخلق ويعبد غيري لأنه قد يخدمنا شريك يا ربي وأرزق ويشكر سواي ذا ربك ترزقا. ولكن في كوان الغاشي عرق نسني فردان شكر نويض ويقارس الدرياو ويقارس ذا اللاغيو ويقارس ذا بانسيون كل مشي سيقار من حقيقة الرزق هو الله وفي السماء رزقكم وما توعدون سورة الذاريات آية 22 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أعود أخلق كذا يقول الحديث القدسي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. المبضنات أهل شكري أهل زيادتي وأهل ذكري أهل مجالستي وأهل معصيتي لا أقنط من رحمتي بدليل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن هي هذه، ربي السولي وقذي عصان غرقا في الذنوب ذي المعاصي سنقار ورتسقوذ يزال قولوا النسن إفكاسنا السيرم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يرنيس إنه الغفور الرحيم. أعود إلى المصنف ماذا كان يقول؟ قال عن نعم يؤذن الحمد بازديادها، صافي ولحظنا ربي في النعمة استحرز وتنرني أتزاد. ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري ومسلم، اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه صيغة من صيغ الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة أخرجها الشيخان البخاري ومسلم. وصاحب حاشية العطار في الجزء الأول من كتابه المهم جدا في الصفحة 86 افتح القوس، إناد عظمه أي الله عز وجل عظمه في الدنيا، عظم النبي صلى الله عليه وسلم، جعله خاتم النبيين، اجتمعت لديه الصفات التي تفرقت عند غيره، وبه اكتمل الدين كما في سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من سورة المائدة. يشدنا صاحب حاشية العطار في الجزء الأول صفحة 86، عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره، كلما ذكر اسم الله ذكر اسمه معه، من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ربي يرفض الشان محمد صلى الله عليه وسلم، بدن فذر اسم ربنا فذر نساء، وإظهار دعوته، دعوة الإسلام أظهرها الله، أظهرها الله عز وجل، وإبقاء شريعته، شريعته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أتقيم الشريعة من الإسلام كان مثل يردونيث، لا تقبل نسخا ولا تعطيلا، لا زيادة ولا نقصان. وفي الآخرة أيضا عظمه بتشفيعه في أمته، أنت شفيع صاحب الشفاعة الكبرى، إذن وفي الآخرة بتشفيعه في أمته ومضاعفة أجره ومثوبته. أغلق القوس انتهى. يكمل صاحب المصنف في مصنفه ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هادي الأمة لرشادها، ربي ندعو إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية 52، لم توكد إنك لتهدي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي، هو الهادي يعني يفقند ينجرد أذريذ نسلما ورثكين دما يكفي إذ خلقيث مرة، خطر ربي ندوى إنك لعلى خلق عظيم، ندوى ما أرسلناك الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لرشادها. طبعا مقصود الرشاد معناه للإسلام، وما كانش هناك طريق الرشد وسبيل الرشد مثل سبيل الإسلام، وربي قال في القرآن الكريم سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم؟ ورث ديني؟ هناك آية في القرآن تشرح هذه الآية في سورة الفاتحة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن نعم سورة لا سورة النساء الآية سواء الآية ورهم لي جون دبرت قرين لي ديسك دور الى قد المخ يشتغل لي فلاش ديسك الى اخره، لا لي فلاش ديسك مي بروفيتيو
فيديو. هذه قلتها لكم العام اللي فات تذكرون كيف جبنا عندنا صوت مستقيم كذا. هذه الغايه فيه جبنا واحد المنهجيه نتاع كيف تفسير القران بالقران. هذه الايه في سوره الفاتحه دين الصراط المستقيم وزرع ربنا في ايه اخرى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الايه اذن سوره الفاتحه تشرحها هذه الايه اللي ذكرناها في سورة النساء الآية 69 الآية 69 من سورة النساء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد الأمة الإسلام والإسلام مثل سير الصراط المستقيم. من بعد وعلى آله وصحبه منهم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه من بني هاشم بني المطلب وكذا ولكن أقاربه المؤمنون أقاربه المؤمنون ليس كذلك. هذا قيد معتبر. نعم أي بارك الله فيك صحيح خطر غسل الأقارب ذما ولكن ليش قربت ذا الدين الإسلام يفرق ويجمع. أبو لهب يخيط سيرياس إن في صلاريس من دايلا مادام ماشي دين سلم بعثا. الإسلام يفرق ويجمع والإسلام يرفع ويضع. السلف في القدر هذا أبو لهب مهيد نفذيد ذي موضيع الذم ولكن بلال ولا شيء تاكل قريبا كان في صلاريس حبشي عبد حبشي ولكن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر مؤذن. وكذلك سلمان سلمان منا آل البيت وتعرفوا الأحاديث في هذا الباب. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا وصحبه الصحابة يعني مفرد الصحب معناه صحابي. ما هو تعريف الصحابي؟ أنا ودي أقصد هذا الصحابي. تفضل تعريف الصحابي الصحابي هو من لقي أديني خير من لقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد وآمن به لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ماشي ولدي ديموكرين غادي والله صحبي إلى قديلي يومنيس كمل شرط ثالث بارك الله فيك ومات على ذلك مات على الإسلام والإيمان خطر ما إلا يبطل يمقريثي دي اللي يذس يعيش يذس يمنيس بعد يرتد صافي أسيروح شرف الصحبة أسيروح الوصف. تعريف يوم الإسلام تعريف من تعريف أكثر علماء الحديث أكثر علماء الحديث خطر جماعة الخير تعريفات كما ذكر المرة اللي فاتت في تعريف الـ 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 السنة النبوية تذكرون إلى تعريف المحدثين إلى تعريف الفقهاء إلى تعريف الأصوليين كل يوم ساعة سي كاركتيريستيك ساعة لومبرنتينس البصمينس هكذا تذكرون كي شرحنا موضوع السنة فيما سبق. فلان ذي الصحابي تعريف الصحابي وقوم السلام تعريف أكثر المحدثين هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به آمن به صدق بنبوته يوم البريث النبي الرسول شرط الثلاثة ومات على ذلك يعني ومات على الإسلام. هذا تعريف أكثر المحدثين. ولكن علماء الأصول جمهور الأصوليين زادوا حاجة لامبرانتنسن أشو دنان ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا. وجي علماء الأصول أضافوا هذه الجزئية خطر الزمن قاع صلى الله عليه وسلم يروح هذا يقضوا يمقردي والتاجر أسيز نزيد البطاطا أثي خلص هذا الصحابي يمقرد واحد جوج دقائق ثلاث دقائق. لذلك عند الأصول قرار جو لقسم ابن القيديين ولازمه مدة إلا يدس يعني كافية
لإطلاق وصف الصحبة عرفا، والعرف معتبر. أما ذي القرآن ذي السنة سيأتي البيان في الوقت المناسب. ما هو تعريف العرف؟ هو ما تعارف عليه الناس. نقول ذي التجار لم تعرف، هناك أعراف تضبط الحركة التجارية يريد مثلا لكن تعرفيها. نقول التجارة ذي الاستثمار ذي الأمور الزواجية وكذا يخاك النسبة الساعة تعرفيث تعرفيث الساعة مازال، أليس كذلك؟ لذلك العلماء ما يعرف أن العرف شو دنان صافي ربطغ تعريفاكي بما قاله الأصوليون ولازمه مدة كافية لإطلاق الوصف في الصحبة عرفا. إذن في العرف معتبر، العرف هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. إذن نعود إلى المصنف إلى المتن، متن جمع الجوامع. هذه الأمة لرشادها وعلى صح وعلى آله وصحبه مقامة الطروس. الطروس المقصود بها يعني جمع ترس بمعنى الصحف، والسطور طبعا الصحف تملأها وتعمرها السطور الكتابة تكتب. أما بعد لعيون الألفاظ، لعيون الألفاظ معنى لمعاني الألفاظ. بالمناسبة علم الأصول يحوج اللغة، يحوج اللغة، واللغة المقصودة هي اللغة العربية تعرف خط القرآن إن زهد ربي تعرف ربي إن أنزلناه قرآنا عربيا، وند في آية أخرى بلسان عربي مبين. يلا علم الأصول لنت المصادر سنأتي عليها إن شاء الله، القرآن السنة الإجماع قياس كذا كذا إلى آخره، وبعدين نروح لكي القواعد يسميه قواعد أصولية لغوية. صافي اللفظ له اعتبار في علم الأصول. جيت قبيلت ماكين أحدث بوال، أحدث بوال نعم دولة فيما سبق شو المقصود يا مثلا مع انتهى إلى قثق ذيليث أتسنظ يك إمسلين ينس باش تزرض المعنى لعيون الألفاظ. يستخدم كلمة عيون العوانصر، العوانصر ما دوي ظنان مثل تسوض سلعنصر سيثالة ماشي أن ما نسوض ديوسان دوك تيوث هنا كتزرع لو دو سورس ما يدش في ضغط السوض ماشي اما ما لا السوض ندير ضمن دد عدن الى اخره. وكل الحان ديال الطبيعه من بعد رفض الخصائص، الخصائص اللي في الطبيعه اما دعدد في الظلامات في الكبريت اما عدن في فوزال اما عدن في فكال اما عدن في اين في دعدن ادرت الخصائص ينس. وذي لي الغنى حسب تنوع تلك الخصائص وتلك المواد مقام بياضها وسوادها. يعني ذكي سبحان الله العظيم، إشارة لطيفة جدا إلى الكتاب. ثلاثة سجيث مثلا إلا فلاش ديسك، ديسك دير كل شوالي لسيد دي دي وديوك سعى القيمة، ولكن الكتاب الورقي الأصيل إذا ما دفضيهم يحمل في غرض طابلات نظر الانترنت يا خجر إيش كتاب نسيم قرانين ولا ورث انتغرام أخوينا كتاب البيان والتحصيل أنشتث أنت سلمي ثلاثة قسم أدفك الكتاب الاستذكار نغ التمهيد ابن عبد البر نغ مجموع الفتاوى ابن تيمية نغ البحر الرائق نغ بدائع الصنائع تاريخ بغداد هش بعت الخير شحال يتحوج العوام باش تصغر. ومع التكنولوجيا كي صغرت بروغرامي المخنا غير بروغرامي سي تادير هذه يحمل كان غاس ديو كتابي انت ديا غاس انت تخدم اشباحه في صالون شوف حنت من القرايه خطي. لذلك القرايه كي التكنولوجيا تلها ودنا النار غالي الجنوث لها كل عين ربي
ميزا غير قبل ما يخمش شوية الضحكة شوية الوقت الكتاب الأصلي الكتاب الورقي ورق في كتابين وطبعا الكتاب سمي سعو المقامين سعلي سمي يسود يعني سلكتيفا ما كان قرني مزورة إنك من المحبرة إلى المقبرة مثل ما عمرت التفضل ذي قارة ذي قارة ذي قارة ما يبصص قال بيموت ولا شو الحمسة القراية لذلك أني أذكر وكرر بعض المعلومات اللي تخزينها ذي المنطقة خصوصا وذي الجزائر عموما ذي روجيني قلان مقارنة مثل ما عمرت الحيف يلاص كذا قارن وجند والتراث يغدي قران إلى قبلت قرون رزدث باش أنا وض نحققه يعني كل الذين يعملون في التحقيق باش أدفغن أذوالين ثفث أذوالين النور ماشي ذين يسهلن ذين يسعنا زردم قرآن ونضرع إليك وقيت أجدين سبكي يدعو الله عز وجل يقول ونضرع إليك نخضع نتذلل ندعوك نسألك بخضوع وتذلل السثر بي سوى النوز ذا شو سينا ونضرع إليك في منع الموانع يعني أربي سبع في اللي الموانع لزوبستاكل العوائق عن إكمال جمع الجوامع كتاب اسمه جمع الجوامع سيقرر ربي فعل فلي العوائق نغ الموانع التي تحول بيني وبين إكمال هذا السفر أو هذا المتن خطر ايث مثلا ضربي سبحانه يتكسن وقورا إزمري ونذي فذو تكتب ستسكمي لنا أي غر ويستوفارا مشاكل لهم وبسبتو الزمان قلنا ثورا الزمان قوى قوى ديس الشواغل التصوضي والكاغض أشي سوف العقل الزراء خلاص عش كيف كيف نغالا شو دي يقولين القراية شو دي يقولين لذلك المقروئية الآن إلقى الدغال من جديد إلقى الدغال تغال القراية ذغفل أتسنسعوا القخاما أتنسعوا ذي الكار مش بيربي كل كسر في الضيكة في ذي الكار أكيد سوى نير ثم غلين غلا سين شو ثيون وي خلا بس تكتف شغلة ما كن بلا قارا مي وياد خاطي لن تمور ذي كوريا مثلا ساعة ثماشي انت تلحو أتصف الضخل تكتفي ارفذ شو تبغي غر مثل حد خمسة سواعي ثماشي انت عجب مش تخذ ما تصور شوية تجور من بعد تصل شوية 12 تخذ ما من بعد قدم تكتف صغر يرنا كتب منوعة معناتها ارفذ تكتف في كيلو سفن أتصور مقر الفايدة لذلك قلت لكم سادتي ما قاله المحقق عبد الفتاح أبو غدا أعود مرة أخرى إلى كتابه قيمة الزمن عند العلماء يحكد في اللسن وقواسم مشتركة ضد الإمام النووي الإمام الذهبي صاحب سير أعلى النبلاء والإمام الذهبي من شيوخ تاج الدين السبكي تذكرون أماكن أم سمطوسي في الصغار يا أخي نعود وفي الصغار علم الحديث تاج الدين السبكي العالم قام قران صغرة مطوس اسمه زينب بنت الكمال 10/94 سنة إثعاش صغرت ذي علم الحديث سمطوط الصغريف وكذا قايث مثلا أما تلاونا ما يدير قزن حملن القراية حملن لذلك الإيماء عبد الفتاح أبو غدا يفكر ذنا ماذيج نحواج لريفيرونس نحواج ريفيرونس أمشي قار الإمام الذهبي تجدين سبكي وقف أنس مسليك يا 10/44 سنة العمر فقط السقار ونضرع إليك في منع الموانع يا ربي استبعد الشواغل نغلهموم نغلهورن ألي يعني أري منعا عن إكمال جمع الجوامع وربي صوتي صوت الغيث يصوت الغيث يكمليه
الآتي من فني الأصول بالقواعد والقواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين، مبلغ ذوي الجد والتشمير، يعني المعنى الإجمالي. خاطر خطبة المقدمة ينس يهضر مدينة مبلغ ذوي الجد، يحوج اون ريفيرونس. الحوم كنقارن هذا الحوم وين يدي يفهم باش تصرفوا في الناس، باش نرفد في الناس توجور يتوالي. وقال يقسى عن صحاب الاجتهاد، صحاب اسم ياسم ذوي الجد والتشمير، ويشمرون عن سواعد الجد. المعناه وكذاكي يبغى غادي لا مثني يدفع بريد نسان، يبغى ثني عاند كفريد يلهان. وزيك الشيخ نغيث موسى ما كتسمنا فاسا نغوند الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي يحفظ المختصر الفقهي للشيخ خليل ثلاث شهور النفس، ثلاث شهور في النفس أو يتزيغ العقل راه يحفظ الكتاب ماي ويفس يشرح صحيح مسلم في 12 مجلد. وكذلك يحفظ الموطأ الإمام مالك يحفظه، وكذلك معروفة يعني معروفة للشيخ نازيكا قرآني بني يحفظه كذا السنن الموطأ إلى آخره، ويرنيس المتون لقي متن لقي الجوهرة لقي متن الرحبية لقي متن لامية الأفعال إلى المتون، وابن عاشر بلا ما نهضروا عليه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني قارن يرنا الزران بلا المثن. ولكن وين تسوي مسند في الاسنيا فوربي الاسنيا فوربي إنك المبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد، يعني الوارد معنى الجائي الوارد أنسي من زها مئة مصنف. ثوري تسيد هنال إنه كان سيد بويغ جمع الجوامع يبويثيد سيمية انتكتافين مية الله يبارك صافي يفكيغد يفكيغد لا كريم نتموسني إذ يبوي سيمية يغرى مية غد يفكيوث صافي نكون نربح نربح أي غر لعثفني قاعد سفنسا وسنع تبرر نكون يفكي يخفيد أكا خلاصة مركزة إنك من مئة مصنف منهلا يعني العين صراقي إنك يروي ويمير. أشو المعنى يروي ويمير؟ يروي معناه يزيل الظمأ العطش يتكسفاذ يمكن قرضي ثقفايليث نفوذ ثموسني يلها الفاذ ما يروح ثموسني يلها الفاذ ما يروح ثموسني إلا الفاذ اللي شغالة قوياض إذري مان وكذا إلا فاذا كذا إلها بموقي إلها إذا غلق أصلا مش تلحقي سوي من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. ولكن سبحان الله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه إنك العلم أفضل من المال ده نسينا. ولكن ما إلا يخذ مثل ذي الميزان يفى العلم يف المال أي غر إنك لأنك تحرص المال والعلم يحرصك. نفس هذا المال دغفل نغلا سيارة طوموبيل نديرو كراج سعر الذهب إلى الكفر سعر 500 مليون في قنظر في قنظر سعر رجل السبعة أنت وضع المانك ضغف لا أنا أقدر رزق ربي جميعا إن شاء الله خطر نعمل مال الصالح للرجل الصالح يلا. ولكن العلم يحرسك معنى العلم يعني ديجا ما يفكي يكتم السنية تسند ربي أتغرض الكتاب ثيسة فهمض إلى أخي إلى آخره الله يبارك. ذلك الشاعر الناس علم العليم وعقل العاقل اختلف. مين من العقل؟ العقل لها مين العقل يقول لها من شور استموسني إيه من جثكني اللغم تقصن العقل لا مين العقل شور استموسني ما شور استموسني إذا الله يبارك هذه يخدم أكبر تجارة فيد ماشي بد ما ذي مث يا ربي استخدم 2-3% دي العقليس أثي وكان كن كونجلي أثي صاز كيس هذا يروح خاطئ لا. لذلك كان وقلها العلم ذي العقل في كل سد الدوام وقلها
غادي نخير العقل نخير العلم ان ياس يوثي ذا سفرو يفكان ثفرات مخلف خدم كونفرونطاسيون يا رسم فرنسا علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرز الشرف ان وكس عن الشرف ذا العلم ذا العقل فقال العلم ينتقد نسى إنيس انا احرزت رايته تعلمت العلم انت مسني عليه فقال العلم انا احرزت رايته يستخدم لارغيمون العقل اشو سينا العلم إنيس وقال العقل انا الرحمن بعرفة لو كان ماشي العقل تيسين ضرر ربي نغانا سوا شو السنة السؤال اللي غنغدي فيك يا ربي اتستخدمه اللغيش اتوضض الحقيقة الكبرى ربي الله موجود بأسمائه الحسنى وصفاته العلى صافي العقل ما تشي كان سموسني بدليل الا انت مغارين مغارين وشي من لا كل ساعة سن ربي خرب بقي غران نغانا غواكي ريس إنس وقال العقل أنا الرحمن بعرفة من بعد ثورة يغاد هو العلم إلى قد الديفندير في مانيس فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف ربي يجي السنر أمشي وصف في مانيس ذي القرآن بالعلم إن الله كان عليما حكيما فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف العقل يستعرف رسالة تغنانت فبان للعقل ظهر إفنست فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف يستعرف يسلم فوق الرئيس ظفرانت ألم يابلا إنك من هل يروي وينير ما معنى يروي معناه يزيل ظمأ العطشان وينير معناه يزيل جوع الجوعان يكسس فاد يكسس اللازم وقيل معنى يس يروي وينير نفهم بسيناكي يون يون خطر فريف ذا غدي ساكي مساني قرنة يروي وينير يمير معناه يشبع يكسس فاد يروي يكسس اللازم يمير المحيط بزبدة ما في شرحي ذا أشار إلى الزبدة ثفروش بوذني أشار إلى مرجعين قال المختصر والمنهاج ذا شو المقصود هكي أنا قلت لكم قبل حين لد خمس كتب ثم قرانين الهامت ذي علم الأصول أسند عيوذ كتاب الأول الورقات للجويني والسين مختصر ابن الحاجي وثلاثة منهاج الوصول إلى علم الأصول وأربعة منار الأنوار للإمام النسفي وقدنا لك منهاج الوصول وقل للإمام البيضاوي وخمسة جمع الجوامع ابن سبكي ذاقي في مقدمته في مقدمته أشار إلى المختصر قال المختصر ودينا الوثيلان يمكن سنتورا المختصر لابن الحاجب بعدين هو المنهاج المنهاج وما يقولوا كلام مختصر معناه منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي مع مزيد كثير يبغى ديني إرناد سورس وفعلا إرناد سورس اختار لك المرجعين لدقتهما ولاستيعابهما لكثير من المسائل ولبعدهما عن الغموض الذي وجدناه في بعض المراجع في علم الأصول خاصة هذه المراجع المشهورة لذلك نسينا نغال ولكن يرناد مع مزيد كثير يرناد الله يبارك ستموسنيس سويلد يبويس الكتاب انتياض وينحصر في مقدمات وسبعة كتب التي شرحناها مجملا في اللقاء في لقائنا في مجلسنا السابق وينحصر في مقدمات إما دينا مقدمات صحيح مثل مقدمات مقدم أيضا صحيح والأصح مقدم مقدمة ولكن
بلا ما كش مغاش ودنا كل المدارس اللغويه اكتفي بهذا غادي نغ مسلمي ولد مقدمه وريغليظان هي غادي نغ اما كادي المقدمه هذا صحيح وسبعه كتب اش يقصد ماشي كتب ذي كتابين المقصود هكي مباحث خاطر في المنهجيه المعاصره تسعى الدقه زعما غاكون ديني مليحه يوم ما يخدم ان اكسبوزي ريشيرش كان بحث كتاب شو اشين تقسم الى قسمين والقسم ينقسم الى ابواب والباب ينقسم الى فصول والفصل ينقسم الى مباحث والمبحث ينقسم الى مطالب والمطلب ينقسم الى فروع والفرع ينقسم الى فقرات الميثودولوجي صافي تاكي ما يغني خمين تازنا كذا الى قضيه ريسبكتي شو لاكي ماشي بيبري لذلك كان استخدام من طريقه ياكي إن كانت مقدمات وسبعة كتب المقصود سبعة مباحث سبعة دي شابيتر عناوينك ينفذو الكلام في المقدمات إذا كان أصول الفقه يعرف أصول الفقه نكون عرفنا المرة اللي فات ثورا نظر تعريف ديف كانسا ونقارن بين تعريفين أشو ديننا تجدين سبكي ذا شو ديننا درسني عدا أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية نكون نفيد غزيف نسينا هيد وزيل ذا حدث بوال أعطيه الصحة ودينا رطس بوال خير الكلام ما قل ودل حسين ضيوم الله ذا حدث بوال إذ قبيلي سمسلي شوات ذا جي أغدي خضر في المقدمات ما هي مقدمات إذ كان كلام مركز إن أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية نقول لما شهد نفس المرة اللي فات ما هو أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية غزيف أي غير تيدي مفتاح الزيف باش نفهم نشرح حيث يدود نسعى هذا الشرح ولكن ذاكي تجدين سبكي في الكلام عن المقدمات شو دينا أصول الفقه دلائل الفقه شو دينا إذا دلائل الفقه الإجمالية دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها يعني معرفة هذه الدلائل التصير مثلا أدنظ حكم القراض أو حكم المضاربة أدنظ حكمها الإباحة تجوز الإباحة إلى قد فكر الدليل ثور الحكم ذوى يمثنى إساء 500 مليون أثني فكي يمثنى ما يخدم التجارة يولف كدا ذرم يولف كدا ثموسني صافي شو خدم ترى المضاربة ذي السلام عليكم تجوز 100% وقيل معرفتها أي معرفة دلائل الفقه ثم يقول المصنف والأصولي العارف بها أنوذ الأصولي وبالنسبة إلى العلم مثلا الذي يشتغل بالفقه أسنسمي الفقه الذي يشتغل باللغة يعني اللغوي الذي يشتغل بالفرائض علم الفرائض دين الفرضي الذي يشتغل بالتفسير المفسر المشتغل بالحديث المحدث والمشتغل بالأصول اسمه الأصولي إذن نسي هذا مدي هذا في علم الأصول بعد ناد والأصولي العارف بها ورختر العارف بها يعني إكسنن دلائل الفقه يكمل وبطرق استفادتها ذي إشارة إلى المرجحات وبطرق استفادتها وبعدين ومستفيديها ومستفيدها ومستفيدها ذا شو يقصد ذي يقصد صفات المجتهد أو شروط الاجتهاد بمعنى الذي يشتغل باستنباط الأحكام الشرعية قلنا لكم تعريف الموسع الذي شرحناه في الجزء السابق علم الأصول ما هو أصول الفقه
العلم بالقواعد الكلية التي كقولنا مثلا الأمر للوجوب بالقواعد الكلية التي يتوصل بها ريسيوغن فنادم إلى استنباط الأحكام الشرعية أمشد سفغن الأحكام الشرعية العملية لأنها تقتضي عملا منين؟ من أدلتها التفصيلية يروح مباشرة من يفعل ذلك هو المجتهد المجتهدين الأصولي إلى قد يسن بعض الأمور أشو دي قصد دي صفة المجتهد منها أو من أهمها هم زوروث العلم بالأحكام الواردة في الكتاب لقد يزرع شو إلا ذلك أكال أحكام يقول لنا داخل مثلا الدينيض منع الضرار أو الضرر كي الدليل الدينيض روح سورة البقرة الآية 231 أتنطفض يقينا الدينيض الأمر بالتوثيق روح سورة البقرة الآية 282 الدينيض مثلا كذا التجارة روح مباشرة إليها معنى ما شيء شرط أنه يحفظ القرآن يريد أنه يحفظ القرآن كامل وإذا تعذر ذلك يعلم الأحكام الوردة في الكتاب في القرآن الكريم الشرط الثاني العلم بأسباب النزول الشرط الثالث العلم بالسنة النبوية الشرط الرابع العلم بأسباب الورود الشرط الخامس العلم بقواعد اللغة العربية الشرط السادس العلم بمواطن الإجماع الشرط السابع العلم بعلم الأصول بقواعد الأصول بالقواعد الأصولية الشرط الثامن العلم بمقاصد الشريعة إلى آخره إلى آخره وكيف غاديني وبطرق استفادتها ومستفيدها معنى معرفة صفات المجتهد وهي مذكورة ذكرها هو في الكتاب السابع الذي سيأتي بيانه نتسى تجدين سبكي يفذرد الشرط يندى ذي الكتاب السابع يخينا سبعة كتب الكتاب ذي السبعة المبحث السابع خصصه لشروط للصفات المجتهد أو شروط الاجتهاد وبعدين يكمل والفقه الفقه إناد شو المعنى يس معنى يس العلم بالأحكام الشرعية العملية أي غردنا الأحكام الشرعية قلنا لكم مرة لفات ونؤكد الآن تمييزا لها عن الأحكام اللغوية الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب هذا حكم لغوي الأحكام المنطقية والأحكام الحسية والأحكام التاريخية والأحكام أحكام كثيرة ولكن دقيق قصد الأحكام الشرعية يعني متعلقة بالشريعة يمدنا العملية معناه تقتضي عملا مثلا النية النية شرط أليس كذلك النية واجبة وجوب النية يقول ما يزال طور العصر يميزها باش أتميز النية لو كان يودي ون بحث عن الماء ولم يجده لم يجد الماء أشريخ هذه الزلس هو شو استيمم فرضا يكشم ذي تيمم يكشم ذي الزلس يتيمم يبدأ تزلس أم بعد ثوفة مامان هل طرس داون ما يحبس تزلس لا يخل شوف يا ضمان يا اخي اذا حضر الماء بطل تيمم ومازال وقتها مازال الساعه المغرب نتسازرت العصر ينوذا ينوذا يفرما يروح يتيمم ربي فتيمموا صعيدا طيبا ام بعد نسيف ذا فصليت غسكني في ذا يد الله اكبر اي قال الحمد لله رب العالمين كل يفيا سمان ويفيا استقرعت ويفيا سفيذون أمشي لي خدم مخلوقاي إيش كذي حبس الصلاة ثم واحد حبسها أتسكم بالأي غلط سكم يا أخي أمشي كم مازال ساعي العصر يا عجبة إيه المغرب إيه ساعة مازال ساعي المغرب أما نساند استيمم يا أخي التيمم مبدل الأصل هي الطهارة المائية الطهارة المائية هي الأصل والتيمم طهارة ترابية ولا نلجأ إلى الطهارة الترابية إلا عند انعدام الطهارة المائية
إذا حضر ما بطل تيمو. الجواب هنا في النية يجي يكشف النية ذيان. أولا ربي لا تبطلوا أعمالكم، ثانيا دخل في عبادة بنية، ما تفسدوش النية ذيان، ما يفسدش هو النية ينس. ودخل في العبادة بوجه مشروع، يعني عند الدخول في هذه العبادة يصالح قال يشمس تيمو. هذه عبارة شفوا عليها، أكرر أحيانا بعض العبارات باش نولفوها العبارات الفقهية، لأن هذا المصلي دخل بنية الصلاة في عبادة بوجه مشروع وليجيتيميتي الله، لأنه هو استيمون، أليس كذلك؟ وزيد حاجة أخرى مهمة جدا، أن التكبيرة الإحرام بها يدخل الإنسان في الطاعة، وهي جزء من الصلاة. تكبيرة الإحرام هي جزء من الصلاة، يكشم دائما ولا يعيدها ولا يعيد. ومش مرض التفاصيل الفقهية، يكفي اكتفي بهذا. إذن بالأحكام الشرعية العملية، يعني تقتضي عملا، سواء عملا من أعمال القلوب أو عملا من أعمال البدن. المكتسب الذي يعني يقصد به الفقه والعلم من أدلتها التفصيلية، وطبعا الفقه مكتسب من الأدلة التفصيلية، معناه مباشرة اذهب الى الدليل. لذلك ما تسمعون به الان من العلماء اللي يقول لك مثلا فتوى لابد ان تنبني على دليل، مثلا يجوز ولا لا يجوز، مثلا يجوز فكي الدليل، مثلا لا يجوز فكي الدليل. الوصية للوارث هل تجوز؟ لا وصية للوارث. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربي ناد بالحديث ناد، ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوصية ما هي حدودها؟ محددة بالثلث، تعرفون ذلك. إذا قالوا أنت أنسي الدليل، كي الدليل؟ أدين الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد أبي وقاص، الثلث في نهاية الحديث، الثلث والثلث كثير. وحديث آخر إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. يأتي حديث آخر يقيد لا وصية لوارث، صح. وسلم كاين الحديث القرآن في الدنيا، القرآن غير محدد، كي تزيغ الآية يدينا لوانتيارك تسال 60 تزمرين تسجد 20 حسب القرآن، زي ما تسجد 40 50 لوكي تسلسل. ربي لم يحددها في القرآن الكريم. دليل في سورة النساء الآية 11 مثلا، صرمك الآية من بعد وصية توصون بها ودين، ما ذكر القيد، ما ذكر القيد. صافي شيخ مدقي إذا قد تسيور ذاك تقوم قال الأدلة التفصيلية تسيور ذاك. وهذا منهج معتبر، لا يمكن إصدار فتوى ولا إصدار حكم إلا بعد استحضار جميع النصوص المتعلقة بالموضوع نفسه. الموضوع عني فنهضر في موضوع الوصية، سيولة سناك صور ذي السنة، صور ذي القرآن. القرآن ودفكار لليميت يا خجنة، تكررت الآية بغير تقييد ولا تحديد. لو كتبق القرآن وحدهم بعده كيفه صفا سينضي أذيج الوصية يمسكوا الراويس يسعي الليس أسيني حميني أمجغ تستامو من الممثغ أويت أصفى تويسين أتوي التستامو وترنو موريس دي تريكا. خاطئ، لا وصية لورث إلا إذا أجزها الورثة، وإذا كان الزائز صافي لازم بعده من الورثة. من فصل الورثة في كرس زيادة، في كرس مثلا دوتير ثلثين، في كرس النصف، الزائد لا ينفذ، يكون موقوفا، يكون موقوفا على وش؟ على إجازة الورثة. إذا أجازوه نفذ، وإذا ردوه فهو مردود. هنسي دوسوك الفتوائق هنسي دوسوك تصدق القرآن السنة أنت جمع ذاك أد سفغض لا كريم أد سفغض ججم أد سفغض فتوى. ويقصد الفقه إليك المكتسب من أدلتها التفصيلية، تلاحظ مباشرة دليل تفصيلي في الكتاب والسنة.
ذي القرآن ذي الآية كذا الآية كذا والحديث كذا الحديث كذا إلى آخره والسفر الحكم شرع. وهذه عملية سوف ندير أمثلة كثيرة إن شاء الله في مستقبل الأيام. إلى هنا ينتهي هذا المجلس الثالث، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.